اقتصد في طاعته وعبادته فسيبلغ سيبلغ المكان، سيبلغ المحل، سيبلغ النهاية. أما من تشدد وبالغ وتعمق وسينقطع، لا محال، ما من أحد تشدد في دين الله إلا انقطع. وخذوا هذا قاعدة، والذي ينظر في واقع الناس يجدها حتى في العلم. العلم الآن الذي يتشدد في طلب العلم سبحان الله ينقطع. لماذا؟ لأن العلم له منهجية، له طريقة. قال جل وعلا: ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، اقتداء بالرب في تيسير الأمور كما قال ابن عباس وقتادة وجمع من أهل العلم، منهجية. ولذلك العلم من رامه جملة ذهب عنه جملة. يعني بعض الناس الآن يريد أن يحوز العلم مرة واحدة، هذا سيمل وينقطع ثم ينصرف، سبحان الله العظيم. أما من جاء العلم بالتدرج، تتلمذ على العلماء والمشايخ، استفاد من طريقة العلماء، بدأ بمنهجية واضحة، يوفق سبحان الله ويصل إلى المحل ويبلغ الغاية. في العبادات مثل ما ذكرنا قبل قليل، بعض الناس الآن تأتيه حالة صفائية ويشوف نفسه قادر والله أنه يقوم الليل كله، يقوم ليلة ليلتين بعدين انقطع، لكن لو صلى ركعتين خير له من هذا الانقطاع. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. بعض الناس يصوم مثلا يقول والله أنا أبغى أصوم ثم ينقطع. ولذلك سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا. الغدوة أول النهار والروحة في آخر النهار. والمقصود بأن الإنسان مثل المسافر، مثل المسافر يمشي، لما يسافر يقطع مسافة، فإذا وجد قطع المسافة التي تحتملها دوابه وأيضا يطيقها. أما لو كلف نفسه وبقي مواصلا السفر كما في الحديث وأظن سيأتي معنا، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والمقصود بأن الإنسان يستعين على الطاعات والعبادات بما يتيسر له.